بسم الله الرحمن الرحيم. أترفان كأن يومك قد أتى، ولعل عمرك قد دنا أو حانا، ومضى الحبيب لحفر قبرك مسريعا، وأتى الصديق فأنذر الجيران. وأتوا قال يا شيخ هل يغفر الله الذنوب؟ قلت له نعم، إذا تاب العبد غفر الله ذنبه. فقال يا شيخ لكن إذا كان الإنسان ما يصلي ولا يصوم. قلت ولو كان ما يصلي ولا يصوم إذا تاب وأقبل إلى الله فإن الله يغفر ذنبه. فنظر إلي وقال لي يا شيخ لكن الله شديد العقاب. قلت له الله شديد العقاب لكنه أيضا غفور رحيم. فتأثر ذلك الشاب وقال لي يا شيخ يعني لو قمت وصليت وتبت إلى الله الله يقبل توبتي؟ قلت نعم يقبل توبتك. فقام ذلك الشاب أيها الأحبة ووقف يصلي في وسط الحرم والناس ينظرون إليه بجواري. قال الله أكبر وكبر وبدأ يقرأ الفاتحة بصوت عالي أسمعه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. أخذ يرددها وإن الدموع لتنهمر على خديه. أيها الأحبة، لترفانك أن يومك قد أتى، ولعل عمرك قد دنا أو حانا، ومضى الحبيب لحفر قبرك مسريعا، وأتى الصديق فأنذر الجيران. نقطة تحول. أريد أن أحدثكم عن نقطة التحول التي تجعل ذلك الشاب الذي لا يعرف إلا الغفلة والضياع والانحطاط وأذية بنات المسلمين وإيذاء المسلمين وتدمير أسرته ومجتمعه، تجعل من ذلك الشاب بطلا من أبطال المجتمع. إنه البطل. يقيم ويعيد للأمة مجدها، يحسن للمحتاج، يبر والديه، يصل أرحامه، يتصدق، يعين، يخدم مجتمعه. نقطة تحول. إنها نقطة التحول التي تغير القلوب. أيها الأحبة، أيها خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا، جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا، يخالط روحه ريحانا، ولمن عصى نار يقال لها لظى تشوي الوجوه. قصة تائب. في المساء كان أحد الشباب قد زارني يريد أن يتعلم مني بعض الحركات الجديدة في هذه الرقصة من عالم الرقص. جلس ذلك الشاب معي، شاب معنا كحال كثير من الشباب، يظن أن السعادة في هذه الرقصات وفي تلك البنطلونات وفي التشبه بالكافرين. يقول جاء إلي يريد أن أعلمه. هذا الشاب يقول مرتاح راح، الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الشباب لين الآن يعني يعرفوا معدي، ولين الآن يعني معدي تاب، ولكن ما زالوا مصرين على هذا الشيء. ما دامت انه هو الاساس بطل الاشياء هذه، ليش تمصر؟ نبكي وحق لنا البكاء يا قومنا كي لا يؤثر. قلت له لا ما ادخن. قال الا تدخن. قلت والله ما ادخن. طبعا الشباب ايش والله هذه عندهم ايش طوالي ايمان، والله ما ادخن. فقال لي والدي الله يقطم رقبتك اذا كنت كذاب. كلمة دعوة من الوالد. يا اخوان هو ما كان والله الله في عافيتكم، اتقوا الله في العافية، وقسم بالله لو راحت منكم ما تلاقي احد يحك لك وجهك. لا اله الا الله، هذه الأمانة توجع قلبي والله، تبكي قلبي من داخل، شهيد اليرموك، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم نقطة تحول، محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ علي بن أحمد باقي. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم أن يبيض هذه الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسأل الله أن يبيض وجوهكم وأن يمن كتابكم وأن ييسر حسابكم وأن يكرمني وإياكم بجنات الفردوس العلى مع محمد صلى الله عليه وسلم والآل والصحب الكرام. أيها الأحبة، هذه المحاضرة
هي محاضرة أخاطب فيها الشباب وأتحدث معهم في هذه الليلة، فأهلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن يجعل كلامنا ومجلسنا خالصا لوجهه الكريم. عنوان هذا اللقاء نقطة تحول. يا ترى أيها الأحبة ما هي نقطة التحول التي سأحدثكم عنها اليوم؟ إنها تلك النقطة التي يتحول بها الإنسان من طريق الضيق والضنك والهموم إلى طريق ملؤه السعادة والتفاؤل والهناء والأنس والانبساط. ولكي أبحر معكم في خضم هذه الرحلة من خلال نقطة التحول، دعوني أعود بكم إلى الوراء لنحضر بأذهاننا اجتماعا اجتمعته قريش. قريش تجتمع اجتماع لتتشاور فيه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا تشاوروا، كانت نهاية نتيجة الاجتماع أن قرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. بدأوا يبحثون من ذلك الرجل الذي يستطيع أن ينفذ مهمة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاورات ومحاورات يقع رأيهم على عمر بن الخطاب. قالوا يا عمر أنت لها؟ قال عمر نعم أنا لها. وقام عمر وتوشح سيفه وخرج في الهاجرة في الظهيرة في طرقات مكة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم. سار إليه عمر، وفي الطريق يلتقي عمر بسيفه مع رجل يقال له نعيم ابن عبد الله بن النحام. رأى نعيم عمر يسير فقال له أين تريد يا عمر؟ فقال عمر أريد هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وعاب دينهم وسفه أحلامهم وسب آلهتهم فأقتله. قال له نعيم لبئس الممشى ممشاك يا عمر، ولقد والله غرتك نفسك من نفسك، أترى بني عبد مناف يتركوك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أترى بني عبد مناف يتركوك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ عند ذلك بدأ حوار بين نعيم وبين عمر، وأخذوا يتجاذبون أطراف الحوار. ثم قاطع عمر نعيما فقال له والله إني لأظنك قد صبأت، ولو كنت أعلم ذلك لبدأت بك يا نعيم. عند ذلك أيقن نعيم أن عمر لا فائدة معه، فقال نعيم لعمر يا عمر فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك يعني زوج أختك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلال. عند ذلك غضب عمر وتوجه مباشرة إلى بيت سعيد بن زيد زوج أخته فاطمة بنت الخطاب. وصل عمر عند بيت سعيد، كان بداخل بيت سعيد يجلس سعيد وزوجه فاطمة ومعهم خباب رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم أجمعين يقرأ عليهم القرآن من صحيفة معه. لم يفاجأ الجميع بداخل هذه الدار إلا وبالباب يقرع. قالوا من؟ قال ابن الخطاب. ابن الخطاب. عند ذلك اضطرب من بداخل الدار، فاختبأ خباب وقام سعيد بن زيد ليفتح الباب، وقامت فاطمة لتخبئ الصحيفة تحت فخذها. فتح سعيد الباب ودخل عمر وقال لسعيد وفاطمة ما هذه الهينمة التي أسمع عندكم؟ قالوا ما عدا حديث نتحدث به بيننا. فقال عمر لعلكما قد صبأتما. فقال سعيد بن زيد يريد أن ينصح عمر، يريد أن يستغل الفرصة، يا عمر أرأيت إن كان الحق في غيري ما أنت عليه؟ عند ذلك غضب عمر
وقام مباشرة وأمسك بلحية سعيد وأمسك بثيابه واصطرع لحظات، وإذا بعمر الرجل القوي يمسك سعيد فيضعه أرضا ثم يبرك على صدره. عند ذلك نظرت فاطمة فإذا بزوجها على الأرض ملقى، وإذا بأخيها عمر فوق صدره، فقامت مسرعة وأرادت أن تدفع عمر عن سعيد، لكن عمر نظر إليها فلطمها لطمة على وجهها سال منها الدم. عند ذلك نظرت إليه فاطمة وآلام اللطمة على وجهها تتجرعها والدم يسيل، وقالت له: يا عمر أتلطمني؟ أتلطمني إذ أوحد الله وحده؟ قال عمر: نعم، كحال كثير من الناس يعاند، لو دعوته للاستقامة عاند ويكابر. قال: نعم. قالت: عند ذلك يا عمر فإننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمنا رغم أنفك يا عمر، فافعل ما بدلك. عند ذلك أثر هذا الكلام في نفس عمر فسكن، ثم قال عمر لفاطمة: ناوليني هذه الصحيفة التي معك. فامتنعت، فقال لها: إن كلامك قد وقع في قلبي أيما موقع، فناوليني الصحيفة. قالت له فاطمة بكل عزة: إنك نجس، فاذهب فاغتسل وتعالى أعطيك إياها. الله أكبر يا أيها الأحبة، ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. ذهب عمر ليغتسل، خرج خباب وقال لفاطمة: تعطيه الصحيفة، إنه نجس، كيف تعطيه الصحيفة؟ قالت: يا خباب إني لأرجو الله أن يؤمن أخي. وفعلا عاد عمر واختبأ خباب، وأخذ عمر الصحيفة من يد فاطمة وبدأ يقرأ بعد أن اغتسل. بدأ يقرأ فإذا في الصحيفة: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعجب عمر من هذه الأسماء، وفي رواية أن عمر رمى الصحيفة من يده لما قرأ هذه الأسماء مهابة وإجلالا لهذه المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، معاشر الشباب، هل تعرفون ماذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم واسع الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، الذي رحم كل الكائنات. الكافر مرحوم برحمته والمؤمن مرحوم برحمته. قبل سنوات أيها الأحبة كنت في الحرم النبوي أيام الدراسة الجامعية قبل سنوات، وكنت في الصف الأول في الحرم في فترة كان فيها الحجاج والمعتمرون والزوار قليل التردد على الحرم، هي فترة الاختبارات. ذهبت للحرم الساعة 10:30، جلست في الصف الأول، بدأت أقرأ بعض الكتب، كانت عندنا اختبارات. فجأة أيها الأحبة، وإذ بذلك الشاب ربما يبلغ من العمر 27 أو 28 من عمره، يدخل الحرم وبدأ يطوف على الناس، كلما حدث إنسان طرده. ثم جاء إلي وقال لي: يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ قلت له: تفضل. قال: يا شيخ هل يغفر الله الذنوب؟ هل يغفر الله الذنوب؟ قلت له: نعم، إذا تاب العبد غفر الله ذنبه. فقال: يا شيخ لكن إذا كان الإنسان ما يصلي ولا يصوم. قلت: ولو كان ما يصلي ولا يصوم إذا تاب وأقبل إلى الله فإن الله يغفر ذنبه. فنظر إلي وقال لي: يا شيخ لكن الله شديد العقاب. قلت له: الله شديد العقاب لكنه أيضا غفور رحيم. فتأثر ذلك الشاب وقال لي: يا شيخ يعني لو قمت وصليت وتبت إلى الله الله يقبل توبتي؟ قلت: نعم يقبل توبتك. فقام ذلك الشاب أيها الأحبة ووقف يصلي في وسط الحرم، والناس ينظرون إليه بجواري. قال: الله أكبر، وكبر وبدأ يقرأ الفاتحة بصوت عالي أسمعه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. أخذ يرددها وإن الدموع لتنهمر على خديه أيها الأحبة، ثم قطع صلاته
وجاء مسرع صوبي وجث على ركبتيه ووقف وجلس أمامي والدموع تسيل على خديه وهو يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. قلت له يا أخي نعم الله الرحمن الرحيم، لكن لماذا قطعت صلاتك؟ فنظر إلي بحزن وقال لكن أنا الله ما يغفر لي يا شيخ، لكن أنا الله ما يغفر لي يا شيخ. فقلت له لماذا؟ قال لا أنا أمثالي ما يغفر لهم. فقلت له يا أخي يا أخي يوجد ذنب أعظم من الكفر؟ قال لا. قلت إذن فالصحابة قد كانوا كافرين، منهم من يعبد الصنم والحجر والشجر إلا من رحم الله، فلما أسلموا إذا بهم منهم المبشرون بالجنة. يا أخي تب إلى الله، أقبل إلى الله، لماذا يقنط الشاب من رحمة رب العالمين؟ لماذا يسيء الظن بالله رب العالمين؟ أليس هو الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد؟ فلما سمع مني هذا الكلام رد علي ببؤس وقنوط، فما زلت أمله وأرجيه برحمة رب العالمين حتى قام ليصلي بعد محاورة طويلة. والله أيها الأحبة لقد قام يصلي، كبر، قرأ الفاتحة، قرأ سورة من القرآن، ثم ركع، ثم رفع، ثم سجد. وفي السجود أيها الأحبة سمعناه وهو يبكي ويقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. ثم انفجر باكيا في سجوده ودموعه تبل الأرض وهو يقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي. ثم انبطح على بطنه وجعل خده على الأرض وإن الدموع لتجري وهو يصيح. ثم وقف، والله لقد وقف في وسط الحرم حتى أخذ الناس ينظرون إليه، وجاء رجال الأمن وهو يصيح في وسط الحرم يا ناس أشهدوا أشهدوا إذا قامت القيامة وجيء بالجنة والنار وحاسب الله الخلائق، أشهد يا ناس إني حاولت أصلي ما قدرت أصلي، يا ناس أشهد أمام الله. وأخذ يبكي. اجتمع العسكر وقالوا ماله؟ فقلت للعسكر والشرطة شرطة الحرم، قلت لهم هذا شاب أعرض عن الله وما زال في غفلة حتى ابتلاه الله بهذه الحالة النفسية إذ قنط من رحمة رب العالمين. معاشر الإخوة، إن الله رحمن رحيم. قرأ عمر هذه الكلمات وألقى الصحيفة ثم أخذها ثم أكمل القراءة، فإذا فيها سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش السوى. أكمل عمر الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عند ذلك تأثر عمر وقال أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فوجدوا من كلامه لين ورحمة، وعلموا أن عمر قد تأثر من القرآن. فخرج خباب وقال له يا عمر أبشر، فإني أسأل الله أن تكون قد أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني أبو جهل وعمر بن الخطاب. عند ذلك دلوا عمر على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر سيفه وانطلق إلى دار الأرقم وقرع الباب. نظر الصحابة فإذا عمر بن الخطاب عند الباب، وهم يعرفون من هو عمر، إنه الذي كان يؤذيهم ويقف لهم في طرقات مكة ليردهم عن دينهم. اضطرب الصحابة لما رأوا عمر، فقال لهم حمزة وقد كان أسلم، قال ما لكم؟ قالوا هذا عمر عند الباب متوشح سيفه. فقال حمزة إن يرد الله به خير يسلم أدخلوه، إن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد شرا قتلناه بسيفه الذي معه. وكان حمزة أسد من أسود الله في الأرض. فتح الباب لعمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحى إليه. فتح الباب دخل عمر وإذا بحمزة بن عبد المطلب
يمسك بعضد عمر من ناحية، وصحابي آخر يمسك بعضد عمر من ناحية أخرى، ويسوقان عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ساقوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي يوحى إليه، انفتل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه لعمر وأخذ بتلابيب ثوبه وبحمائل سيفه وهزه هزة سقط منها عمر على ركبتيه على الأرض. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت بمنتهن يا عمر حتى ينزل الله بك مثل ما نزل بالوليد ابن المغيرة، يعني من النكال والخزي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهد قلبه. فقال عمر رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة واحدة سمعت في طرقات مكة. أيها الأحبة، هذا عمر الذي ذهب يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، في طريقه حصلت له نقطة تحول، فتحول عمر من ذلك العدو للإسلام إلى ذلك الصحابي الجليل، ثاني الخلفاء وثاني المبشرين بالجنة، الفاروق الذي تنزل القرآن على رأيه، عمر بن الخطاب الذي اهتز كسرى وقيصر من ذكر اسمه، وجيء له بكنوز الأرض بين يديه، ورفع لا إله إلا الله في أنحاء جزيرة العرب. نعم أيها الأحبة، أريد أن أحدثكم عن نقطة التحول التي تجعل ذلك الشاب الذي لا يعرف إلا الغفلة والضياع والانحطاط وأذية بنات المسلمين وإيذاء المسلمين وتدمير أسرته ومجتمعه، تجعل من ذلك الشاب بطلا من أبطال المجتمع، يقيم ويعيد للأمة مجدها، يحسن للمحتاج، يبر والديه، يصل أرحامه، يتصدق، يعين، يخدم مجتمعه. إنها نقطة التحول التي تغير القلوب أيها الأحبة. فإذا بهذا القلب الذي كان يشتكي أنه ما يستطيع أن يترك المعصية، هو يعشق المردان ويعشق النساء ويعشق الغناء، يقول: ما أستطيع أن أغير حياتي. إذا تحول وجاءته نقطة التحول، انقلب ذلك الشاب وذلك العاصي إلى رجل تقي نقي، ما يستطيع أن يسمع أغنية ولا أن ينظر إلى امرأة ولا أن يفعل معصية. إنها نقطة التحول التي تغير القلوب أيها الأحبة. وأنا اليوم أريد أن أحدثكم عن هذه النقطة التي هي باختصار أظنكم عرفتموها، إنها لحظة التوبة والأوبة إلى الله رب العالمين. أريد أن أقص عليكم بعض قصص التائبين الذين تغيروا في شيء كبير من أمور حياتهم، بل بعضهم قد غير حياته كلها، لأنهم ما وجدوا السعادة إلا في طريق الخير، ما وجدوا الراحة إلا في سلوك طريق المتقين. بعضهم كان كافر فأسلم، وبعضهم كان ضال فهداه الله، وجدوا مجالس الصالحين فرموا بأنفسهم في وسطها، وجدوا أحبة يحبونهم في الله، وجدوا الراحة والسعادة فتعالوا. استمعوا إلى خبر أولئك الذين تحولت حياتهم فوجدوا اللذة والراحة. إنها نقاط التحول، نقطة التحول أيها الأحبة، إنها نقطة تجعل الإنسان سعيد. لا يغركم الذين يسيرون في الدنيا بأموالهم وجاههم وما يملكون من زخرف في الدنيا فاني، والله إن العبد إذا ملك الدنيا ولم يملك الإيمان والله لن يعيش إلا في ضيق. هذا أحد الشباب، شاب بلغ من الشهرة مبلغا، كان نجما في أحد الرقصات العالمية، إنها رقصة الفانكي وهي رقصة معروفة. كان هذا الشاب ربما إذا سار في الطريق أغلق الطريق، الجميع من حوله زملاء مشجعين، نجومية زائفة تسجل له الأفلام وتحيا وتعمر كما يقال الليالي بوجود هذا الشاب، آلاف الريالات في جيبه، العديد من الأصحاب يحبونه بل يعشقونه بل تعلقت قلوبهم به. السنين تمر تلو السنين، نجم من النجوم في سماء الفن، بل اسمحوا لي
إنها سماء العفن وليس الفن. على مستوى الجزيرة والعالم العربي يتنافسون معه، كان إذا لبس الفلينة ورأوها عليه فصل الشباب فلينة مثلها. سبحان الله، وفي يوم من الأيام يعود هذا الشاب بعد حفلة من الحفلات إلى بيته، وكما يقول بلسانه: كنت أعود إلى البيت طفشان زهقان قرفان. الناس يظنون في سعادة، والله ما هو في سعادة. يقول: أعود إلى البيت أبغى أنام، ما أبغى أحد يكلمني ولا أحد يناقشني. هم يجثم على صدره. وهكذا هم الذين لا يعرفون طريق الله، الذين لم يعرفوا المسجد ولا المصحف ولا الكلمة الطيبة. أحدهم إذا أوى إلى فراشه وتذكر الموت قام. لماذا؟ لأنه ما يريد الموت، يعرف أنه ما قدم. لو ذهب أحدهم إلى البيت فقيل له: يا فلان، ترى أخوك مات، غسلناه كفناه ونبغاك الآن تجي وتنام بجواره إلى صلاة الفجر، يقدر ينام يا شباب؟ ها يا أخوان، يقدر ينام؟ والله ما يقدر، قائم من الموت، مو مستعد. مثل الطالب اللي في المدرسة، الطالب المجتهد إذا دخل المدرس الفصل وقال: أخرجوا ورقة وقلم، الآن اختبار مفاجئ، المجتهد يخرج ورقة وقلم مستعد. والطالب البليد يحاج ويقول: يا أستاذ أجل الاختبار، واعد الاختبار، وما أخبرتنا وما أنظرتنا. عاد هذا الشاب إلى بيته في يوم من الأيام بضيقه وهمه، وإذا بأحد الشباب الصالحين الأخيار يلتقي بهذا الشاب من جيرانه في الحي. التقى بذلك الشاب، سلم عليه، ثم قال له: يا فلان. فإذا بهذا الشاب النجم الساطع، وهو كما يقول بلسانه يقول: كنت ما أكره أحد كالمطاوعة. وإذا بهالمطوع جايني يقول: يا فلان. قلت: نعم، ماذا تريد؟ قال: فتلى علي آية من القرآن وقال لي: يا فلان، يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا. لماذا يا إخوان؟ إلا ليعبدون. يقول هذا الأخ: فأكملتها، قلت له: إلا ليعبدون. فقال لي: لا، إلا ليلعبون. قلت له: كيف ليعبدون؟ قال: لا لا، ليلعبون. يقول: فشككت في نفسي لأني ما قرأت القرآن قط في حياتي. فقلت له: يا أخي، أنا سمعت مطوع يقولها ليعبدون، تضحك علي. يقول: ثم أخذته فدفعته وأردت ضربه لأنه جاء ينصحني. سبحان الله. يقول: كان قلبي في ضيق. يقول: انصرف عني ذلك الشاب وذهبت إلى بيتي. بعد أيام كنت متواعد مع مجموعة من الشباب من أجل إحياء ليلة من الليالي. متى ميعاد السهرة؟ الساعة الواحدة ليلا. وفي المساء كان أحد الشباب قد زارني يريد أن يتعلم مني بعض الحركات الجديدة في هذه الرقصة. جلس ذلك الشاب معي، شاب معنا كحال كثير من الشباب، يظن أن السعادة في هذه الرقصات وفي تلك البنطلونات وفي التشبه بالكافرين. يقول: جاء إلي يريد أن أعلمه. هذا الشاب يقول كان وهو صغير في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، جلس معي. لكن سبحان الله، بعض الناس يدخل الحلقات يجتهد فيه أبوه لكنه لا يرغب في هذا الطريق، فينكس على عقبيه ويذهب إلى طريق الغواية بعد أن رأى طريق السعادة. يقول: جلس معي ذلك الشاب وبدأنا نقطع الوقت بكلمات وأحاديث وقصص. وكان في الغرفة التي أنا فيها مصحف، مصحف والدي. فإذا بهذا الشاب يقول لي: يا فلان، ترى هذا القرآن فيه قصص. فقلت له: أقول لك هذا كلام الله تقول لي فيه قصص؟ هذا كلام الله، ما فيه قصص. سبحان الله، ما يدري أن القرآن فيه قصص، وهو الآن يحفظ شيء من القرآن طبعا. فقال: هذا كلام الله. فقال لي: بلى، فيه قصص، وفيه قصة يوسف وقصة وقصة. فأخذت المصحف وقلت له: يلا اقرأ لي هذه القصص اللي في القرآن. يقول: فبدأ وفتح مصحف على سورة يوسف وبدأ يقرأ، وكان صوته جميل وندي. بدأ هذا الشاب يقرأ سورة يوسف، وإذا بي لأول مرة أشعر براحة وسكينة وطمأنينة لدرجة أني نمت. نمت وتركت يقرأ القرآن. انتهى الأخ من قراءة السورة وأنا نايم، فأيقظني، قال فلان. فاستيقظت وإذا بدموعه بعين حمراء يبدو أنه كان يبكي. قال: يا فلان، أريد الطريق، شوف لي الطريق. قمت، قلت له: تفضل، وخرج. اتصلت بالشباب
متى تجون؟ قالوا الحفلة تأجلت بكرة. سبحان الله. يقول فقلنا غدا غدا. وفي اليوم التالي جلست انتظر الشباب من أجل الحفلة الساعة واحدة، وجاء الشاب نفسه الذي كان معي وجلس معي، فقلت له يلا اقرأ لي شيء من القرآن. طبعا يا أخوان ما يستشعرون. قال لنا أقرأ لك. فقلت له عندي حركات جديدة ما أعلمك حتى تقرأ. فقال طيب نقرأ. سبحان الله، بعض الناس يقرأ القرآن يبغى الأجر، وبعض الناس يقرأ القرآن عشان إيش؟ تعلم حركات. يقول فبدأ يقرأ القرآن، فلما بدأ يقرأ القرآن نمت مرة ثانية سكينة فنمت، واستيقظت بكلامه ونظرت عيونه حمراء. قال لي شوف الطريق توكل على الله. سبحان الله يتكرر الموقف. أتصل بالشباب متى الحفلة؟ قالوا تأجلت. سبحان الله. وفي اليوم الثالث جاء الشاب، قلت له اقرأ. قال ما اقرأ. قلت إلا اقرأ. قال ما اقرأ. فما زلت به حتى قال اقرأ بس بشرط ما تنام. فقلت طيب ما انام، وبقيت اسمع سورة يوسف حتى انتهت السورة، وبدأت اشعر اني قد دخلت في عالم اخر. انتهى الاخ من القراءة، جاء الشباب، ذهبت معهم للحفلة. يقول لكني ذهبت وأنا أشعر بشعور غريب آخر. ذلك الشاب الذي قابلني وأعطاني الآية كان قد قابلني بعدها وأعطاني شريط. ففي اليوم الرابع أخذت الشريط الذي أعطاني إياه ذلك الشاب ووضعته في المسجل واستمعت، فإذا به شريط يتكلم عن الآخرة وكيف أن الإنسان سيخرج من هذه الدنيا ويدخل القبر وأين دار الإنسان غدا. يقول فتأثرت وخرجت العصر إلى الحي، فإذا بذلك الشاب الذي أعطاني الشريط معه مجموعة من الشباب كما يقولون المطاوعة، وراكبين سيارة وقالوا يا فلان يلا معانا. وأنا ما أكره إلا المطاوعة، لكن لما رأيتهم يقولون معنا قلت لهم إلى أين؟ قالوا عندنا طلعة وعندنا كورة وفلة وشي يعجبك مرة. فقلت بس أغير الترنج وجهي، وذهبت غيرت وأطلع مع المطاوعة. طلعت معهم وإذا بلعب ونشاط، لأن بعض الناس يظن أنه إذا تدين سيصبح خلاص ما يكلم أحد، كل شيء حرام عنده، وممنوع الضحك وممنوع الابتسامة وممنوع الأكل وممنوع الشراب، صوم النهار وقوم الليل، وإياك أن تكلم أحد، وأبكي طوالي. هذا تصورهم. لذلك خاف إذا قال مطوع تعال معنا محاضرة، قال هذا يبغاني أبكي. يريد أن يخوفك بالدنيا ترتاح في الآخرة، لكن ليست هذه حياتهم كلها. يقول ذهبت أناظر والله هذول المطاوع فلة من مثلهم. يقول ثم بعد ذلك في المجلس ذكر الله وكلمات طيبة، ثم جلسوا معي وقالوا يا فلان لماذا لا تتوب، وبدأوا ينصحونني. يقول سبحان الله نصحوني فتأثرت بكلامهم ووعدتهم أن أتوب إلى الله، لكني قلت في نفسي بس أروح آخر ليلة. آخر إيش؟ ليلة. أبا شارك في آخر رقصة. يقول وجاءني الشباب لنذهب تلك الليلة لنحييها في غفلة. يقول عند ذلك لما قالوا، لما ذهبت مع الشباب لنسهر تلك السهرة، قلت للشباب تروا اليوم آخر مرة اعتزل. قالوا فلان يعتزل مو معقول. قلت لا اعتزل. يقول وذهبنا وفي السيارة مشغلين الأغاني، وأنا الشباب يضحكوا، أما أنا كان أفكر في سور القرآن التي سمعتها، في كلام الشباب، في وضعي، إلى أين طريقي. سبحان الله. وصلنا إلى تلك الحفلة وبدأ الرقص، بدأت معهم وفي وسط الرقص هربت عليهم، نظروا أين فلان، فإذا به غير موجود. لقد عدت إلى الله. في الطريق أخذت ورقة كان فيها أذكار وأنا أنظر إليها، وأنظر أنني سأترك الشهرة، سأترك المجد، سأترك ما كنت فيه، أموال وثراء وشباب وبنات وشهرة وعالم يطمح فيه أي شاب، لكني تركتها لله رب العالمين. يقول وأنا اليوم في سعادة ما يعلم بها إلا الله رب العالمين. إنه شاب، ربما أن كثير من الشباب الذين يعرفون تلك الرقصات ويعرفون هذا يعرفونه، هو اسم مدوي. لا أخفيكم كنت معه في هذا المخيم قبل أيام، ويأتي شباب من المدينة، فلما رأوه معي قالوا أنت فلان معدي؟ قال نعم معدي. تعرفوني؟ قالوا من ما يعرفك. والأخ هو الآن معنا، وأتمنى منها أن يخرج الآن ليرسل لكم رسالة بنفسه.
الأخ معدي موجود معنا وسيتحدث الآن، يتحدث للشباب إنسان جرب الواقع. أخي بالله لا تظن أن الشهرة وحدها تأتي بالسعادة أو تأتي بالراحة إذا كانت خالية من ذكر الله. ولتكن سعادتك أن تشتهر عند رب العالمين فتذكر في الملأ الأعلى، وها هو معكم يرسل لكم كلمات بلسان حاله، وأعلم أن بعض الشباب ربما يعرفه، وأسأل الله أن يسعده وإياكم. الشيخ ما شاء الله بارك الله لك كل شيء، ولكن نعلق على القصة، نعلق على الكلام، ونعلق على السعادة اللي أنا فيها مرتاح راح. الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الشباب لين الآن يعني يعرفوا معدي، ولين الآن يعني معدي تاب، ولكن ما زال مصرين على هذا الشيء. ما دامت إنه هو الأساس بطل الأشياء هذه، ليش أنت مصر؟ الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني معدي الذي كان وكان يعني سبحان الله يتغير كذا. كثيرين مو مصدقين، لين الآن مو مصدقين، لين الآن مو مصدقين إنه معدي تاب لله. مو أنا بشر زيك؟ ليش أنا تبت؟ لأنه سمعت من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إلى حسنات، وغير كذا. إن الله يحب التوابين يحب المطهرين، يعني الله يحب التوابين، عشان كذا التزم، وغير كذا. أنا ما أعرف أمور ديني، الصلاة ما أعرف، والله يا شباب الصلاة ما أعرف، وأنا ما وقفت إلا أكلمكم إن شاء الله على الشيء اللي أنا فيه من راحة، ولو أن السعادة انذاق لأذوقكم السعادة اللي أنا فيها. وكمان مو أنا لحالي عن الإتاية تائب الله، لا كثيرين من زملائي تابوا، والله كثيرين. الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله ثبات، ونسأل الله يهديكم إن شاء الله وتوب عليكم إن شاء الله بإذن الله. آمين آمين. ولكن أنا ما أعرف أتكلم، الشيخ صلاة على النبي الله يوفق إن شاء الله ذكر كل شيء، وأنا صريت عليه إن أنا أتكلم إن شاء الله حتى أوري الشباب زملائي. واحد من زملائي بدأ توبة التزمت ذي شهرين، سمع ان التزمت نفسه يقابلني، وسبحان الله مروح من الدوام بسيارة مشغل غربي، وحالته مرة كانت سيئة فوق الكوبري، سوى حادث كلها خشت عليه على حلقه، وجاء ناس ينقضوه وهو كان مشغل الغربي الصوت طالع. شوف كم مات. عشان كذا انا جاي اكلم الشباب زملائي وغير زملائي والناس اللي يحبوني في الله واخواني، حتى الواحد يعمل شيء لدينه ويعمل شيء للقبر حقه، لأن الواحد ما يعرف متى يموت. الواحد يتمنى يموت هو ساجد، ولا يموت هو بحال الصياط. كل واحد يموت هو ساجد يتمنى. طيب الأسباب اللي تموتك وانت ساجد، تموتك ساجد، كل واحد يتمنى، كل واحد. وانت يعني مسيب مست مخير، رغم انك مخير من الجانب هذا، انك انت تعود نفسك على ذكر الله حتى يجي ناتا على سكرات الموت. كل واحد خلاص، اكثر شباب الحين لما رحم ربي وقت الموت سكرات الموت، اللي يقول في صقر، واللي يقول لي ادري موال، يعني هذا نهايه كلامه. ولكن لو كان سارك متعود في الدنيا قولوا ذكر بالله سبحان الله، تلاقوا هو اخر كلام ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله. فانا ما جيت ابلغكم الا هذا الموضوع اللي انا فيه، وصل الله ان يوفقني ان شاء الله. قولوا امين يا شباب. امين. غير كذا اكثر الشباب اللي اسمعوا بسوريا ايش فيه من لذات ومن شهوات ومسكرات، ويسافروا يجهزوا ويسافروا، ويسمعوا عن الحبشة ويسافروا، ويسمعوا عن المونيزيا اكثر البنات واحلى البنات يسافروا. احنا سمعنا عن الجنة وما فيها من حور عين ونهر من خمر ونهر من عسل، وما سافرنا ولا سوينا استعداد ولا عدينا شيء. الواحد ماشي في الدنيا، وكل ما يكلم واحد من الشباب اقول له متى، يقول لي انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من اشاء. صحيح، بس الله في حديث قدسي قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يعني أطلب مني أعطيك، ليش أنت لا تغير نفسك؟ يعني الواحد يعني كل يوم معصية معصية، كل واحد يجاوب نفسه من الصباح للآن كم معصية عسى الله، يجاوب نفسه. ولكن لو يوم يعني تكون بدون معصية تكون إنسان طاع الله سبحانه وتعالى، إيه راح تكون؟ راح تكون مرتاح مرة. أبوك تلاقيه مبسوط، أهلك، أخوانك، صحابك، غير كذا الله يفرح توبة العبد سبحان الله. وأنا أسأل الله أن يغفر لكم ويغفر لي إن شاء الله بإذن الله. فلتكن بطل، ولتكن رجل، ولتستمع بأذنك، فإن هذا الرجل الذي جاء ينصحك ما أراد بك إلا الهداية. أحيانا بعض الشباب قد يرفض النصيحة ولا يريد أن يستمر ولا يريد أحد أن ينصحه، وسبحان الله أحد الشباب يقول لي كنت في أحد
المعارض. هذا الشاب يا أخوان يشتغل في جمعية خيرية معه صندوق يسوق لمنتجات هذه الجمعية. يقول كنت في أحد المعارض الكبيرة وأثناء ما بدأ الناس يدخلون المعرض ويخرجون كان معرض ضخم كبير دولي، وإذ بامرأة تأتيني مع بنتها. يقول كانت هذه المرأة متبرجة أيما تبرج، وهذه رسالة للأخوات. كانت هذه المرأة متبرجة، ابنتها من خلفها تسير شعرها إلى ظهرها تبرج كامل، لا عباء ولا شيء، بنطال وسفور. لما رأيتها غضضت بصري، وأنا متأثر من تلك الصورة، من هذه الفتنة التي أمامي. وفجأة وإذ بهذه المرأة تدخل وتجول المعارض، ثم تأتي وتقف أمامي وتقول، تسألني ماذا عندكم؟ ماذا عندنا؟ عندنا مشاريع خيرية وأمور دعوية. يقول لكن لما جاءت إلي، والأخ بسيط جدا، وهذه رسالة لكل إنسان أن يجتهد ويدعو إلى الله عز وجل، هذا الأخ بسيط جدا، يقول لكن لما رأيتها كان معي شريط، أخذت هذا الشريط، وكان شريط للشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله عندما ينتحر العفا. يقول أعطيت هذه المرأة، قالت ماذا عندكم؟ قلت عندنا كذا وكذا، وهذه هدية لك. يقول أخذت الشريط ونظرت، ينتحر العفاف، الله ينحركم أنتم يا مطاعتكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتأخذ الشريط وترمي به في وجهي. يقول أنا أصبحت في موقف إيش؟ محرج. يقول ابنتها استحت وخجلت من موقف أمها وعلى فسقها وتبرجها، إلا أنها أخذت الشريط. وسبحان الله، هذا الخير الذي في الشباب نريده، نريد أن نستثمره، هذه فيها خير. يكفي أنها استحت من موقف أمها وأخذت الشريط. يقول أخذوا الشريط وذهبوا، وأنا في موقف محرج ما يعلم به إلا الله. بعد 5 أيام أسبوع ما زال المعرض مستمر، جاءني امرأتين أخريين، لكن هاتين المرأتين متأجبات حجاب كامل. وقفنا أمامي وقالت لي واحدة من المرأتين، قالت لي أنا أبحث عنك من أسبوع. قلت إيش بهذه تبحث عني أنا؟ قالت نعم أنا أبحث عنك من أسبوع. قلت خير؟ قالت أنا المرأة التي جئتك قبل أسبوع مع بنتي متبرجات، من الله علينا بالهداية بسبب الشريط الذي أعطيتنا إياه. حجاب كامل، أخذت البنت الشريط في البيت، سمعته سمعته الأم، تابوا بكوا، تقول له وأنا أريد من هذا الشريط 50 نسخة، لأني وكيلة في أحد المدارس وقد قمت بتشغيل الشريط في الفسحة للطالبات، فتابت 50 فتاة. الله أكبر. الخير يا أخوان موجود، نقاط التحول، ما زال الناس يبحثون عن الطاعة وعن الراحة وعن الهداية، والله الأمة تقبل وتعود إلى الله. فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة عودوا إلى الله، إنها نقطة التحول ولحظة التغير. أيها الأحبة، كم نحن بحاجة أن نعتز بديننا. لماذا بعض الشباب، وهؤلاء إخوانكم أخبروكم أنه والله ما في الرقصات الغربية ولا الغناء الغربي خير، لماذا بعض الشباب تجد عند الإشارة فاك المسجل على أغاني غربية وهز رأسه، حسب نفسه عارف إنجليزي، هو راسب في المواد اللغة الإنجليزية وهز. أيها الأحبة، نحن بحاجة أن نبحث عن هذه النقطة. أما القصة قبل الأخيرة التي أريدها بين يديكم معاشر الشباب، فهي قصة لشاب تحولت حياته لكن بعدما أصيب بمصيبة. هذا الشاب أيها الأحبة كان كغيره من الشباب، يحب الرياضة، بطل من أبطال أحد الأندية في بعض الألعاب الرياضية في كمال الأجسام، معه شباب وشلة يذهبون يأتون يضحكون، لكنه أيها الأحبة ما جرب في يوم من الأيام أن يسلك هذا الطريق، طريق النقاء، طريق الراحة، طريق السعادة، طريق تطمئن به القلوب. والله يا إخوان، أني قبل لحظات قبل أن أدخل هذا المخيم للمحاضرة التقيت بشاب عمره 10 سنة، وأنا أطلب منكم أن تدعوا لوالده. يقول يا شيخ والدي وعمي وخالي متعاطين مخدرات، وأنا أعيش في هم، أمي تبكي بالليل والنهار، يحمل السكين أحيانا يريد أن يقتلنا، والله وصلني إلى باب المخيم وعاد. يقول ما أستطيع أتأخر،
وأنا أسأل الله العلي العظيم أن يهدي والده وخاله وعمه وأن يسعد هذه العائلة ويهدي كل ضال. والله يقول والدي أتاه إمام المسجد ينصحه، لكن والدي يقول يا شيخ يبغى يموت، يقول يبغى يموت، نكلم على التوبة يقول لا أنا أبغى أموت، أبغى أتعاطى حتى أموت. سبحان الله، يقول يا شيخ ما أدري ليش أبوي يبغى يموت. قلت له بسيطة، أبوك يبغى يموت لأنه شعر بالضيق، ما وجد السعادة، عايش في مخدرات وفي ضياع وفي ضلال، أي سعادة يجدها، يتمنى الموت. وما أدري المسكين أن الموت أشد لأنه ما قدم شيء بين يدي رب العالمين. هذا الشاب في يوم من الأيام مع الشباب يذهب ويأتي، تعلم من الشباب التدخين، والتدخين أيها الأحبة بداية المخدرات. وأنتم ربما زرتم قسم التدخين هنا في هذا المخيم الملتقى المبارك، ورأيتم رئة المدخن والقطران وكيف آثار التدخين. يقول تعلمت التدخين في يوم من الأيام، والدي أحس أني أدخن، جاء عندي قال لي يا عبد الله تدخن، يا عبد الله تدخن؟ قلت له لا ما أدخن. قال إلا تدخن؟ قلت والله ما أدخن. طبعا الشباب إيش والله هذه عندهم إيش طوالي أيمان، والله ما أدخن. فقال لي والدي الله يقطم رقبتك إذا كنت كذاب. كلمة دعوة من الوالد. يا أخوان هو ما كان عقل والده، لكنها لحظات ربما يغفل فيها الشاب عن دعوة الوالد. دعا والده عليه فكانت له حادثة. طبعا هو الآن أمامكم يدخل من الباب عبد الله وسيقف معنا في حوار. جاء عبد الله اليوم لنسمع إلى قصته وتروا نقطة تحول أخرى في حياته. طبعا أحبة اليوم جئنا بنماذج لنرسلها خطابات للشباب، أناس وجدوا الشهرة والمال فما وجدوا السعادة، وأناس وجدوا العافية فما وجدوا السعادة. طبعا هذا عبد الله، هي كلمة خرجت من والده، الله يقطم رقبتك إذا كنت كذاب. ومرت الليالي والأيام، كان عبد الله متواعد مع الشباب، هبقى من المدرسة عبد الله؟ هبقى من المدرسة، هبقين الشباب من المدرسة، فالرايحين رايحين الكباين، انطلقوا، بدأوا نزلوا يسبحون في البحر الماء مالح، أرادوا أن يسبحوا في المسبح، ذهبوا للمسبح، المسبح مغلق، ولأمر يريده الله افترع عبد الله أن يأتوا بصندوق فيقفزوا إلى داخل المسبح. قفزوا من فوق الباب ودخلوا للمسبح. كان عبد الله في صحة وعافية أيها الأحبة، لدرجة أنه كان يتحدى الشباب دائما من أطول نفس تحت الماء. بدأ عبد الله مع زملائه في المسبح يسبحون ويلعبون، قفز عبد الله من مكان مرتفع يقفز إلى الماء. كان المسبح مترين، عبد الله كان طوله 1.82 متر، لما قفز عبد الله ونزل في الماء يرتقم رأسه في أسفل المسبح وتنكسر رقبة، كسرت الرقبة. أراد أن يحرك يديه ما تتحرك اليدين، أراد أن يحرك قدميه ما عاد تتحرك القدمين. أحد الشباب بجواره ما بينه وبينه إلا شبر ما استطاع أن يمسك به، أراد يتنفس تدفق الدم من فمه، وبقي عبد الله في أسفل المسبح. الشباب فوق يكلمون أخوها الذي جاء معه بعد إصرار، يقول يا فلان عبد الله تأخر تحت الماء. يقول اتركوه، هو دائما يحب يتحدى يسوي نفسه أطول نفس. سبحان الله، لأمر يريده الله. وجلس عبد الله تحت الماء ما يقارب 6 دقائق. عبد الله حوالي 6 دقائق، تخيلوا إنسان ينقطع عنه الأكسجين 6 دقائق، أقل شيء جفة كاملة يدخل فيها في موتة دماغية. هناك تحت الماء عرض أمام عبد الله شريط حياته كامل، كأنه فيلم فيديو يعرض. نعم أيها الأحبة، نعم أحبتي، إذا جاءت الإنسان سكرات الموت، وقد يمر بالإنسان مواقف تذكر بالموت، فإنه عند سكرات الموت سيتذكر، يتذكر لهوه وغفلته وإعراضه، ويعلم أن الدنيا ما تساوي شيء. في تلك اللحظات مر أمامه فيلم فيديو حياته، ماذا كان يفعل وماذا كان يصنع،
ثم إذا بصورة والده أمامه وهو يقول الله يكتم رقبتك إذا كنت كذاب. دعوة الوالد يا أخوان، الله الله أن تتعرضوا لدعوة الوالدين، دعوته بالخير تنفع ودعوته تصيب إذا دعا عليك بشر، لكنها ربما كانت كفارة لأخونا عبد الله، ونسأل الله أن يغفر له ولوالديه أجمعين. بدأ يتأمل حياته أمامه، صورة والده، وقبل أن يغمى على عبد الله رأى عبد الله منظر، منظر من يا أخوان؟ منظر امرأة عجوز كانت هي آخر صورة يراها عبد الله. هذه المرأة عمل سر كان بين عبد الله وبين ربه، ما يريد أحد أن يطلع عليه، لكن هو يذكره لنا من أجل العظة. كانت هذه المرأة امرأة مسكينة تشحت سائلة، كان يعطيها الريال والريالين والمبلغ، فتذهب وترفع كفها إلى السماء وتسأل الله أن يحفظ عبد الله. سبحان الله، صنايع المعروف تقي مصارع السوء كما قال. قال صلى الله عليه وسلم: أخي 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 الشاب، والله لو كان عندك من التقصير ما كان، لا تبخل عن الخير. لو كنت مقصر، لو كنت متعاطي، لو كنت عاق، لو كنت ما تصلي إلا بعض الأحيان، لو كنت تشرب الخمر زاني، لا تبخل عن الخير. إذا سمعت مجلس ذكر احضر، إذا رأيت باب بر افعل، قد يكون هذا سبب لنجاتك. وكما في الصحيحين أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يحوم حول ركية يلهث يأكل الثرى من الظمأ، فأخرجت له موقها وملأته ماء بعد أن نزحت له وسقت ذلك الكلب، فنظر الله لها فغفر لها، وهي زانية يا شباب. ورجل رجل سار في الطريق فرأى جذع شجرة قد اعترض طريق الناس، فقال: لا أرفعن هذا الجذع لا يؤذي المسلمين، فنظر الله إليه فغفر له فأدخله الجنة. فلا تبخل أن تشارك في أعمال الخير، فما تدري من أين تأتيك رحمة رب العالمين. رأى ذلك المنظر ثم دخل في غيبوبة، بعد 6 دقائق تقريبا نزل الشباب يتفقدون، نزل أخوه وإذا بعبد الله في قاع المسبح الدم ينزف، كسرت رقبته، حمل عبد الله وأخرج، أخرجوه من المسبح وجهه هذا يا إخوان على ظهره، وحمل عبد الله للمستشفى وتجرى له في المستشفى 16 عملية جراحية يا شباب، 16 عملية جراحية، وأصبح عبد الله يفقد الحركة. ثم وضعوا لعبد الله في المستشفى لي في رقبته، لي من أجل الطعام، لأن عبد الله ما يستطيع أن يتناول الغذاء. طبعا أصبح لا يتكلم سنة كاملة من هذا الليل. تخيلوا إنسان لا يتحرك ولا يتكلم، إنما ينظر إلى الناس بعينيه. ثم وضعوا له حديدة كالقوس على رأسه، تدخل بمسمار في الجمجمة من اليمين وتدخل بمسمار آخر في الجمجمة من اليسار بالمفك، وهو يتألم آلام شديدة. ثم وضعوا ثقل 20 أو 30 كيلو جرام على هذه الحديدة لتسحب رقبته التي تهشمت، ولكم أن تتخيلوا الآلام التي كان يجدها. في تلك اللحظات تذكر عبد الله موقف يرسله عظة لنا، تذكر أنه كان في يوم من الأيام ربما وضع السماعة التي كالقوس فاستمع الأغاني، الأغاني التي طلب لها الشباب، الأغاني التي أحبوها، مزمار الشيطان، رقية إبليس، بريد الزنا، الغناء الذي أمات القلوب، سماع الغناء كان يجعل السماعة فيسمع، وكأن الله الآن يقول له: يا عبد الله هذه السماعة، لكن يا عبد الله هذا عقاب الدنيا، كيف عقاب الآخرة؟ ألا نتعظ معاشر الشباب الذين عوضوا القرآن الذي وجد به أخونا معدي سعادته، عوضوه بالغناء، سالت دموعه وهو يجد الآلام أشهر، وهذه على رأس 6 أشهر تقريبا. في يوم من الأيام جاءت الممرضة لتسحب الليل تخرجه، وإذا
بها تقطع أحد الأوردة في داخل جسد عبد الله. وإذا بعبد الله يستفرغ دمه من أسفل دمه ويشعر أن الدنيا حمراء، ويجتمع الأطباء لقد أصيب بنزيف داخلي، واجتمعوا ليقرروا له عملية نسبة نجاحها 5% بس، وفوق ذلك يقررون أن هذه العملية لا يمكن إجراءها بالبنج لأنه لو أخذ جرعة بنج سيموت، فيقوموا بإجراء عملية بدون بنج. يا أخوان وضعوه بينهم، وضعوا قطن على عينيه، فتحوا بطنه 32 غرزة يا شباب بغير بنج، اللحم يقطع والجلد يمزق والدم ينزف، شعر كأنه في فرامة يفرم لحمه، يصيح لكن ما يستطيع يتحرك. تخيل نفسك أخي الشاب إذا كنت بين يدي زبان جهنم يضربونك ويسحبونك على وجهك إلى النار ولا تستطيع أن تتحرك. مرت به لحظات وآلام أراد الله بها أن يكفر عنه سيئاته إن شاء الله، فإن المؤمن في الدنيا يؤجر حتى على الشوكة يشاكها كيف بالمصائب تنزل به. فقد عبد الله أطرافه وفقد حركته، لكن عبد الله بعد سنين قضاها في المستشفى خرج ليتعرف على رفقة صالحة غير الرفقة التي كانت معه، وجد مع هذه الرفقة السعادة، تحولت حياته، وجد سعادة أيها الأحبة ما وجدها وهو بقوته وهو بعافيته، وها هو ذا عبد الله أتانا اليوم يشارك معنا في هذه المحاضرة ويرسل رسالة إليكم معاشر الشباب، فلنستمع إلى عبد الله كما استمعنا. بسم الله، ثم نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني كنت تسمع الشيخ علي، كنت في علم اليقين والآن تحولت إلى عين اليقين. كم سمعنا من عن ناس تائبين، ناس تابوا كانوا في طريق غير الطريق الصح، منهم معدي، منهم ياما سمعنا مثل أبو زقم ومثل يوسف الصالح، كلهم هؤلاء مروا شريط حياة كان صعب جدا، والآن ربنا أكرمهم إنهم التزموا وتغيرت حياتهم وصارت نقطة تحول في حياتهم، فالآن صاروا من الدعاء إلى الله. أنا أخواني ما تغير حياتي إلا بعد ما أكلت على رأسي، أنا خسرت عافيتي الحمد لله، أحمد الله ملايين المرات إني ما مت هذيك اللحظة في الكبائن، وربي كتب لي عمر ثاني إن شاء الله لأجل أصلح اللي فات. أتمنى من الله أني أكون من الدعاء إلى الله، أتمنى من الله أني أكون سبب هداية الأمة. صعبة ما هي صعبة، أقول لكم لا ما هي صعبة، يبغى لها عزيمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كلنا عارفين قصة سيدنا سليمان عليه السلام لما جاء الهدهد قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين. هدهد طير كان سبب هداية الدولة كاملة، بإمكاني وبإمكان أي واحد فيكم أن نكون داعي إلى الله. الحمد لله أخواني أنتم في أكبر نعمة لأنكم بعافيتكم، وقسم بالله أقول لكم أن اليوم أنا ومعدي والشيخ علي إن حجة لكم أو عليكم، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نصيحتي أول للآباء، يا أخواني لا تدعوا على أولادك،
هو أبوي لما دعا علي ما كان قصده يرفعني زي كده، لكن دعوة طلعت من زعل، يمكن ساعة استجابة كانت، الله استجابها على طول. في ناس ياما دعوا على عيالهم، والعيال لا تجبروا أباكم يدعوا عليكم، اتقوا الله في والديكم. والله الله في عافيتكم، اتقوا الله في العافية. وقسم بالله لو راحت منكم ما تلاقي أحد يحك لك وجهك. لا إله إلا الله، هذه الأماني توجع قلبي والله، تبكي قلبي من داخل. وذا الحين زادت أمنية، بل هي يمكن هدف، يمكن الأماني ما تتحقق. علمني يا أخواني كلكم، كلكم بتصلوا، أسأل الله ذلك، أثبتوا على الصلاة، كلكم يمديكم تسجدوا، وقسم بالله أنا نفسي أسجد سجدة، وإن شاء الله ما عاد أقوم منها. وفي كمان نفسي أي واحد فيكم يقدر يمسك القرآن يقدر يقرأ فيه. أنا الآن تمر علي يا أحوال أشوف القرآن جنبي ما أقدر أمد يدي، وما أبغى أتعب أمي لأنه أنا وياها في البيت. تعالي يا أمي أقلبي، تعالي أفتحي لي الورقة. فهذه نعمة أخواني لا تضيعوها منكم، اسمعوها من مجرب، مو من مجرب، من فاقد. أنا فقدت العافية ومو أي أحد يقدر يقوى عليها. والله أنه يجيب لكم الجنان، جالس في البيت 24 ساعة من 13 سنة على ظهري، لكن أقسم بالله فيها سعادة ما عند أي واحد فيكم. أنا أتحداكم، بس قولوا ما شاء الله، الحمد لله. الأمنية الثالثة يا أخواني، تمر علينا أوقات مناسبات أعياد، كلكم الواحد أول واحد أول ما يخش البيت إيش يسوي؟ يسلم على أمه ويضمها. إخواني أنا محروم منها، الآن أنتم فيها لا تضيعوا. الله الله في والديكم، والله الله في عافيتكم. والهدف الثالث اللي قلت لكم هي أمنية وهدف، أني أكون سبب هداية هذه الأمة، سبب هداية هذه الأمة. جاك أهلك للوداع فودعوا، وجرت عليك دموعهم غدرانا، فخفي الإله فإنه من خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا. بطريقة ما التقيت بأحد الشباب في أحد التسجيلات، لما رآني أخذ يقول لي يا شيخ أنا كنت شاب ما تركت معصية إلا فعلتها. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، ما تركت معصية إلا فعلتها. يوم من الأيام يا شيخ نمت، ولما نمت رأيت رؤيا. ماذا رأى ذلك الشاب؟ يقول رأيت يا شيخ أني مت، وأنهم أخذوني وكفنوني، وأن لون الكفن الذي كنت ألبسه كان اللون الأسود. ورأيت رجل واقف عند رأسي، وإذا بذلك الرجل يقرأ آيات من القرآن. ما هي تلك الآيات؟ كان هذا الرجل واقف عند رأسي وأنا مكفن بالكفن الأسود، ويقرأ قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول فقمت مفجوع وأنا أبكي وأعلنت التوبة إلى الله. تدرون ماذا تذكر؟ كان سبب توبتي أنه تذكر الموت، تذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا.
يوم أن يأتي رسول رب العالمين ملك الموت خادم اللذات ومفرق الجماعات. الموت يا شباب الذي يأتي فجأة، يأتيك وانت تضحك وانت تلعب وانت نايم وانت صاحي، عندما تشخص العينان وترتخي اليدان وتتصلب القدمان وتتوقف الأنفاس، ويبكي الأب وتبكي الأم ويبكي الأصحاب، وترتمي على الصدر البنت والولد. يوم أن تبلغ التراقي وقيل من راق، يوم أن يأتي رسول رب العالمين لينتزع روحك، يوم أن تحمل على الأكتاف تغسل تكفن، ثم يذهب بك إلى ذلك القبر بعد أن يصلى عليك، تدخل تلك الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة حيث لا صديق ولا جليس ولا صاحب، لا طعام لا شراب لا هواء لا كساء، قيح صديد ضيق ظلمة تراب حر برد. يوم أن يأتي منكر ونكير، ملكان أسودان أزرقان يجلسان ينتهران العبد، من ربك ما دينك من نبيك؟ يا ليت شعري من الذي سيجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، ليتوسع قبره ويتوسع ويتوسع ويفتح له باب من الجنة، فيأتيه من ريحها وريحانها، ويأتيه من يوالس في قبره. ويا ليت شعري من الذي سيتلاثم ويقول ها ها لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان تراب، فيصيح يصيح صيحة يسمعها خلق الله غير الجن والإنس، ويضيق القبر ويضيق يضيق القبر ويضيق ويضيق، ينضغط جسده تختلف أضلاعه، يفتح له باب من النار زمهرير وحر، يأتي رجل مخيف إنه عمله القبيح، تذكر أن هناك يوم آخر، تذكر أن الله سيبعثه يوم تزلزل الأرض وتتشقق السماء يوم القيامة. يا شباب يوم يا شباب مقداره 50,000 سنة، أيها الشاب المغرور بالسنين من العمر، إن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة قيام فلا جلوس، ظمأ فلا ماء، جياع فلا طعام، قاموا حتى تكسرت الأصلاب، ظمئوا حتى تقطعت الرقاب، جاءوا حتى احترقت الأكباد، غضب الجبار، جثت الأمم على الركب، أنبياء الله يقولون اللهم سلم سلم، سارت العبرات، نشرت الصحف، أحصيت الأعمال، عرضت جهنم، وقف الملائكة صف لا يتكلمون، سالت الدموع والدماء، بكى المذنبون، جاء بمروج المخدرات، جاء باللوطية، جاء بالزنا، جاء بالسرقة، جاء بالمفرطين في الصلوات، جاء بعاقين الآباء والأمهات، جاء بالمجرمين، جاء بالظلمة، جاء بالذين ما خافوا الله. السماء تفطرت من خوف ذلك اليوم، حشر المجرمون زرقا. يا الله ما شد الكرباء، مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأصبحت دوما على رأس العباد تمور، وإذ الجنين بأمه متعلقا يخشى العذاب وقلبه مذهول، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور، فتحت الجنة فسيق إليها المتقون أفواجا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بيض الوجوه
القمر ليلة البدر، أزلفت الجنة للمتقين، ونظرت فإذا بالصالحين يساقون إلى الجنة وما أنت معهم، نظرت الناس إلى الجنة وأنت ما أنت معهم، دخلوا الجنة استظلوا بظلها، أكلوا من ثمرها، لبسوا من حريرها، حلوا بأساورها، سكنوا قصورها، عانقوا حورها، شربوا من ألبان عسلها وخمرها ولبنها ومائها، اتكوا على أرائكها، عاشوا فيها مخلدين منعمين، نظروا إلى وجه ربهم الكريم فقال لهم ربهم سلوني عبادي، فقالوا ربنا ما نسألك، أما بيضت وجوهنا، أما يمنت كتابنا، أما يسرت حسابنا، فقال الكريم سلوني، فقالوا ربنا نسألك النظر إلى وجهك، فكشف الحجاب وانبثقت أنوار سبحات وجه ربنا، فنظروا إلى الله، نظروا إلى خالق الجمال ومبدع الأكوان، نظروا إلى الله الذي عبدوه في الدنيا وما رأوه، تابوا وما رأوه، صاموا وما رأوه، خافوا منه وما رأوه، فأمنهم، ثم نظرت وإذا بالمجرمين يسحبون إلى النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأنت ترتجف إلى جهنم، إلى لظى، إلى الحطمة، إلى سقر، إلى الهاوية، يسحبون على وجوههم، أوثقوا بالحديد، ألقوا بالنار في جهنم، طعامهم نار، شرابهم نار، ثيابهم من نار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. صاحوا استغاثوا، الأفاعي تلسعهم، الصديد يخرج من دبورهم، النار تأكل جلودهم وتشوي وجوههم، الدماء والقيح والصديد والآلام والبكاء، يستغيثون يبكون ما بكوا في الدنيا فسيبكون في جهنم. يا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله يوم أن يغضب الله، لا ينفعهم ملك مقرب ولا شفيع يشفع، يمكثون فيها أحقابا. قال أنس بن الربيع: من دخل في النار لا بد أن يمكث أقل شيء حقبا، وإن الحقب قد بلغنا أنه 80 سنة، وأن السنة 360 يوم، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تذكر هذا الشاب خروجه من الدنيا فبكى وتاب، أفلا نتوب كما تابوا؟ أفلا نتحول كما تحولوا؟ أفلا نبشر برحمة رب العالمين؟ أحبتي توبوا إلى الله، أحبتي استغفروا الله، أحبتي أنيبوا إلى الله، واعلموا أن الله يغفر الذنوب،
اعلموا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اعلموا أن الله هو غافر الذنب وقابل التوب. اعلموا أن الله يناديكم، فما قال يا مذنبين، ولا قال يا عاصين، ولا قال يا فجرة، بل قال يا عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم. قدم سبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين السبي امرأة فقدت ابنها في المعركة، ولما قدم السبي المدينة قامت تلك المرأة مفجوعة ثكلى تبحث يمينا وشمالا عن فلذة كبدها، تقلب الوجوه، تنظر في الجميع، تتقدم تتأخر، وفجأة وبين الجمع تبصر صغيرها وفلذة كبدها، أسرعت نحوه، أخذته بيديها، ضمته لصدرها، سارت عبرتها، احتضنته بحنانها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الموقف، وأصحابه ينظرون، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية بولدها إلى النار وهي تستطيع أن لا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، الله أكبر، ما أسع رحمة ربنا. لحظات وينتصف الليل فينزل الجبار إلى السماء الدنيا، ينزل ليخاطب المذنبين والمسيئين والمقصرين، فيقول: هل من سائر فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب؟ هل من تائب؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فتوبوا إلى الله واستغفروا الله واطلبوا منه العفو والعافية. يا من هفى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرف، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الجود أوسع والمواهب أجزل. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في عداد التائبين، اللهم اقبلنا في عبادك التائبين، اللهم اغفر الذنب والحوبة واقل العثرة، اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، اللهم خص منه ما كان في الخلوات ما لا يعلمه إلا أنت يا رب الأرض والسماوات. يا رب عبادك غيرنا كثيرون، ولا رب لنا سواك فندعوه. يا ربي إن طردتنا عن بابك فباب من نقرع، وإن صرفتنا عن جنابك فبمن نلجأ. يا ربي نحن المذنبون فاغفر ذنوبنا، نحن المقصرون فاستر عيوبنا. يا الله يا غفور يا رحيم، يا لطيفا بالعباد، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لمن حضر لقاءنا، ولمن سمع كلامنا، ولمن أمن على دعائنا. يا ربي أنت الجواد الكريم، نسألك وأنت الرحمن الرحيم، كما جمعتنا في هذه الدنيا أن تجمعنا يوم القيامة مع محمد صلى الله عليه وسلم والآل والصحب الكرام. يا الله يا الله، بلغت ذنوبنا عنان السماء، واستغفرناك فاغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم
من تسبب في هذا اللقاء أو أعان عليه أو حضره أو سجله ونقله أو كان له سهم في هذا اليوم، يا رب فاجعلها حجابا بينه وبين النار. اللهم اجعلها حجابا بينه وبين النار. اللهم أصلح له ذريته، وفرج به همه، ونفس به كربه، واقض به حاجاته يا رب العالمين. يا رب يا رب أشهدك يا الله أني أحب هؤلاء الحبوب فيك. اللهم إني أشهدك على حبهم. اللهم فاجمعنا بالدنيا متحابين، وتحت ظل عرشك متحابين، وأدخلنا الجنة على سرر متقابلين. شكر الله لكم أن صبرتم على حديثي، لكنها حانت اللحظات الختامية في هذا اللقاء، وما هي إلا ثوان ثوان. ودنا وقت الانصراف وانتهاء الكلام، فعل الله أن يقول قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم. واتوا بغسال وجاءوا نحوه، وبدا بغسلك ميتا عريانا، فغسلت ثم كسيت ثوبا للبلا، ودعوا لحمل سريرك الإخوانا. واتاك أهلك للوداع فودعوا، وجرت عليك دموعهم غدرانا، فخف الإله فإنه من خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا. جنات عدن لا يبيدوا نعيمها أبدا، يخالط روحه ريحانا.